السلام عليكم، حابه بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسبوسه رائعه جدا، كتجي معلكه وبنينه بزاف. غادي نحضروها بالمشروب الغازي هاواي اللي معروف عندنا جدا في المغرب، كتجي روعه في المذاق. هذا الفيديو غادي يكون ايضا بالاشتراك مع الاخت غزل من قناه مدونه غزل. هي ايضا غادي تقدم لكم كيك بالشوكولاته، كيجي هائل جدا في المنظر من الداخل. فمن بعد ما تشاهدوا الفيديو ديالي ما تنساوش انكم تزوروا قناتها وتشتركوا فيها، وكذلك شاهدوا الفيديو ديالها وخليوا لها جيم وكومونتار باش تشجعوها تعطي المزيد والمزيد. غادي نخلي لكم طبيعة الحال الرابط في صندوق الوصف. والان ندوزوا للوصفه ديال اليوم. فعلى بركه الله لهاد البسبوسه غادي نحتاجوا بطبيعه الحال للسميد. عندي هنا السميد القمح الصلب الممتاز، ماشي الرقيق وماشي الغليظ، يعني المتوسط اللي كنصايبوا منه الحرشه. فعندي هنايا 4 ديال الكؤوس بهذا الكاس، الكاس نفس العبار ديال العنبه. هذا يمكن يجيكم اصغر من العنبه ولكن هو كيكون عريض، يعني نفس القياس ديال العنبه تماما. 4 كؤوس. البنات اللي ما عندهمش هذا الكاس دائما غادي نخلي المقادير بالجرام في صندوق الوصف. فكناخذ السميده، اول حاجه كنضيف عليها كاس ديال الزيت. فانا غادي نخلط السميده مع الزيت الاول باش تجيني هكا البسبوسه ديالي، باش الحبات ديال السميده يجيو هكا ما يجيوش ملاصقين بعضياتهم. غادي نضيف جوج صاشيات ديال الخميره ديال الحلويات، واحد راس المعلقه ديال الفاني او صاشي من الفاني بودره، وكنضيف واحد القبصه ديال الملح. صافي، وكنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى نحس ان السميده كاع شربات ليا ديك الزيت. ومن بعد غادي ندوزو باش نخلطو المكونات السائله المتبقيه. فهنا كناخذ اناء اخر وكندير فيه كاس ونص من السكر سنيده او السكر الخشن، ديما العبار بنفس الكاس. وغادي نزيد عليه 3 ديال البيضات من الحجم المتوسط، وكنخلط البيض مع السكر جيدا بهذا الشكل. فهنا غادي نوريكم هذا المشروب الغازي او هواي اللي هضرت لكم عليه في بدايه الفيديو. بالنسبه للبنات اللي ما عايشينش في المغرب او الاخوات الجزائريات، هو عباره على مشروب غازي بالنكهه ديال الفواكه الاستوائيه، يعني مشروب غزال بزاف ومحبوب بزاف. يمكن لكم تعوضوه باي مشروب غازي من اختيار ديالكم، او يمكن لكم كذلك تستعملوا عصير البرتقال بطبيعه الحال. فغادي نضيف واحد اليوغورت ديال الفانيلا او اي نكهه اخرى بغيتوها، وغادي نضيف 250 مليلتر من هاد المشروب ديال هاواي، تقريبا كاس كبير هكا ديال الماء. من بعد كنخلط كل شيء مزيان، من بعد ما نتاكد انه المكونات كاملين مخلطين، هنا غادي نبدا نضيف ديك السميده اللي درنا لها الزيت والخميره والملح والفاني في البدايه، وكنخلط الكل جيدا حتى كنحصل على خليط يكون هكا جاري شويه وناعم. انا غادي نستعمل الفويه باش نخلط الخليط ديالي. فكيف كتلاحظوا الخليط نتاع البسبوسه جاري وخفيف، ماشي ثقيل كيف ما تعودنا نحضروا البسبوسه هكا العجين ديالها ثقيل. فمن بعد ما وجدت الخليط كنجيب اما صينيه تكون مدهونه بالزبده ومرشوشه بالسميد، اما انا غادي نستعمل هذه المقله الثقيله ديال المسمن، كتكون احسن حاجه باش نديروا فيها البسبوسه، خصوصا انا ما بغيتهاش تجي عاليه، بغيتها تجي رقيقه. كيف ما قلت لكم هي بسبوسه معلكه، يعني ما خصهاش تجي غليظه. فهاد المقله ديال المسمن مناسبه، الحجم ديالها مناسب او القطر ديالها مناسب بالنسبه ليا. فمن بعد ما خويت فيها الخليط بحال هذا الشكل غادي ندخلو للفرن يكون مسخن من قبل حتى كطيب وتحمر، ونرجعو نكملو. بالنسبه للسيرو غادي ناخذ كاسرونه غادي نضيف فيها نص لتر من نفس المشروب ديال هاواي او عصير البرتقال، كنضيف نص لتر ديال الماء وجوج كيسان ديال السكر الخشن او السكر سنيده. كنخلط هذا الخليط وكنردو فوق البوطه، النار تكون ناقصه ما تكونش مجهده، تقريبا 20 دقيقه او حتى كيعقد شويه، ما كنخليوش حتى يعقد بطبيعه الحال بزاف، كنخليو شويه هكا مطلق. من بعد ما كنخرج البسبوسه ديالي هذا هو الشكل ديالها، كنخليها تبرد تماما، ما كنسقيهاش مباشره وهي سخونه. اما السيرو ديالي يكون بارد اما البسبوسه اللي تكون بارده، فضروري واحد فيهم يكون بارد باش ما تعجنش لينا. فمن بعد
كناخد السيرو ديالي وكنبدا نسقي البسبوسه جيدا، يعني على حسابكم نتوما اذا بغيتوها تكون شاربه مزيان او لا. انا غادي نسقيها مزيان بديك الكميه كامله ديال السيرو اللي عندي، ونخليها تبرد تماما تماما حتى كتبرد مزيان، عاد كنقطعها ونقدمها. والبسبوسه هي من بعد ما قطعتها، من بعد ما بردت تماما، كتجي هائله جدا في المذاق وفيها واحد لوغو مميز ورائع. ايضا كتجي مفلكه وبنينه بزاف. نتمنى لكم تجربوها وانها تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم للفيديو وتشاركوا في القناه باش دائما توصلوا الجديد من الوصفات. ايضا ما تنساوش تخليوا لي تعليقكم الرائع جدا اللي دائما كتحفزني نعطي المزيد من المزيد. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.